main event of the evening for the vacant welterweight championship. Introducing first, fighting out of the blue corner, Mohamed Salem. نقول اللاعب محمد سالم. The Wonder Boy. طبعا شايفين تفاعل الجمهور مع محمد سالم. سالم لاعب من اللاعبين المميزين جدا جدا في ميزان 77 كيلو. هنشوف رأيه ايه النهاردة. انتظار اللاعب محمد سالم لاعب الركن الازرق على حزام الـ AUFC 30. لاعب مميز جدا. شايفين تفاعل الجمهور مع الحدث الرئيسي. محمد سالم. محمد سالم لاعب من اللاعبين المميزين جدا، ده غير ان سنه من يعني سنه 20 سنه تقريبا، فلاعب صاعد مميز جدا. نطمح ان نشوف الشباب اللي طالع جديد، الجيل الجديد ده كله في UFC باذن الله. يكون محمد سالم مع صوت الجمهور طبعا سامعينه. دخول حماسي قوي من الجمهور مع محمد سالم الركن الازرق. AUFC 30 على التايتل. هو اللاعب عمر الدفراوي. تفاعل الجمهور قوي جدا مع محمد سالم. نقول للاعب محمد سالم مع مدربه احمد فارس واحمد ثابت
شايفين لاعب محمد جمال داخل يساند محمد سالم قبل الماتش. روح قوية جدا من لاعب محمد جمال. لاعب قدم النهارده مستوى ممتاز. لكن هي دي الام ام اي. كلنا نحيي اللاعب محمد جمال على الاداء الممتاز اللي قدمه. في انتظار طبعا حدث مهم جدا. حدث اللاعب محمد سالم وعمر الدفراوي على حزام التايتل 77 كيلو. اللاعب المميز محمد سالم ذا وندر بوي الكيج. طبعا بيخش يلف الكيج عشان ياخد الثقة مع تفاعل الجمهور معاه. طبعا سامعين الجمهور طبعا بيقول ايه. طبعا دخول اللاعب عمر دفراوي على حزام الـ AUFC 30 لابس الطاقية بتاعت حبيب المشهورة. طبعا الطاقية ديت أول من لبسها هو حبيب. معاه طبعا كابتن عبد الحميد الصياد قامة كبيرة. النهاردة حدث غير عادي. نزال حزام 77 كيلو ما بين محمد سالم وعمر الدفراوي. هنشوف رأي عمر الدفراوي ايه ومحمد سالم ايه. مين اللي هيقدر يحسم الماتش دوت؟ هل هو محمد سالم الركن الازرق ولا عمر الدفراوي الركن الاحمر على حزام 77 كيلو الـ AUFC 30؟ يعني انا شايف الفايت مش بين اتنين لعيبة، هو الفايت بين اتنين لعيبة وجمهور كمان. في تفاعل كبير جدا. طبعا بتبقى اصعب لحظة السكون قبل الفايت. دخول اللاعب عمر الدفراوي جوت فيرست الكيج مع حركة كده. خلاص على وشك بداية الجولة الاولى ما بين اتنين لعيبة كبار جدا مع تفاعل في الجمهور. Representing
تعليمات من الحكم دلوقتي وخلاص على بداية الجولة الأولى من حدث 77 كيلو ما بين الريد كورنر عمر الدفراوي والبلو كورنر محمد سالم. حكم واقف انتظار اعلان بدء الفايت ما بين اللاعب وندر بول محمد سالم وعمر دفراوي جات فيرست. ماتش قوي جدا ما بين اتنين من افضل لاعبين ال 77 كيلو في مصر. على التايتل 77 كيلو الـ AUFC 30. شايفين محمد سالم كده بيلعب شادو بوكسنج بيقول انا مستعد وعمر الدفراوي منتظر اعلان بدء بداية الماتش. تفاعل الجمهور مع اللاعب محمد سالم. بداية الفايت حدث مميز لو كيك من عمر الدفراوي. محمد سالم يقيس مسافته ويظبط السنتر لاين بتاع الكيج وكوانتر اتاك جميل من محمد سالم. عمر الدفراوي يلعب ميدل كيك ولو كيك مع كوانتر اتاك من محمد سالم. ماتش في غاية الروعة. محاولة من عمر تيك داون من محمد سالم يعمل كوانتر اتاك للتيك داون. دلوقتي محمد سالم في وضعية الجارد هل عمر الدفراوي يحاول يستاند اب ولا يلعب في وضعية الفول جارد؟ هنشوف رأي محمد سالم هنا في الوضعية دي ايه ونشوف رأي عمر الدفراوي في الوضعية دي ايه. قلبه من محمد سالم ذا وندر بوي بينما يحاول عمر الدفراوي يقفل المسافة. في محاولة من عمر هنا ان هو يدخل اللوك الباتر فلاي لكن محمد سالم قافل الهيب بتاع عمر. شايفين تقريبا في دم هنا من عمر ده غالبا بسبب قلبه. في قلبه تاني اهوت من محمد سالم. وضعية الهاف جارد دلوقتي محمد سالم بيعمل بوست وقف وسط عمر دفراوي بينما عمر دفراوي بيحاول يعمل ريكفر عايز يعمل ريكفر من هنا
دافراوي بيحاول ان يقف، رجع تاني للفول جارد. ماتش قوي جدا وحماسي جدا، اداء مميز ما بين اللاعبين على حزام ال 77 كيلو. في قلبه هنا محمد سالم، كوين من تشوك من عمر الدفراوي. محمد سالم يوقفها، حاول التراينجل تشوك من عمر، بينما سالم وقفها وعدل السايد كنترول. محمد سالم بيحاول يروح للجلوتين تشوك ولا هيعمل ايه؟ قام وتقال ستاند جيم. عمر دافرو بيحاول ياخد تيك داون، تيك داون من عمر. محمد سالم بيبتدي يضرب، هل هنا محمد سالم هيقدر يقوم ويكمل الفايت من فوق في الستاندينج ولا عمر ليه راي تاني وياخد الماتش تحت على الجراوند جيم؟ شفنا برضو اداء محمد سالم في الجراوند جيم كان كويس. محمد سالم عنده تطورات بتاعت في الجراوند جيم، واضح انه متطور عن اخر حدث، في تطور كبير جدا وفي اداء جميل جدا من اللاعبين. فايت ممتاز ممتاز ممتاز. رجعنا للتوب بوزيشن هنا من محمد سالم في وضعيه السيطره. في سيطره هنا من لاعب محمد سالم. طبعا هنا بيبقى الوضعيه صعبه جدا ان انت تقوم. محمد سالم بيبتدي يمسك، بيحاول، ادي الحكم هو بيقول 10 ثواني والجوله الاولى انتهت مع تفاعل الجمهور. اداء ممتاز. انا اظن ان الجوله الاولى رايحه لمحمد سالم. عمل سويب وكان ماسك توب بوزيشن. هنشوف اللاعب عمر الدفراوي هل ليه راي في الجوله الثانيه اخر ولا الجوله الثانيه هتحسم ايه. ماتش صعب جدا ما بين الطرفين، شفنا سكيلز عاليه جدا، شفنا مهارات، شفنا تواجد جمهور قوي جدا. الفايت ده فايت جمهوري اكتر ما هو فايت بين اتنين جوه كيج. على وشك بدء الجولة الثانية، هل عمر دافراوي ليه رأي تاني في الجولة الثانية غير الجولة الأولى؟ أداء جميل جدا. محمد سالم يتجه لسنتر الكيج، عمر دافراوي يحاول يقفل المسافة. كونتر اتاك من محمد سالم، اوتشي ماتا. في حاجة هنا مش فاهمينها. Thank you.
في كده مشادة حصلت بس مش فاهمين احداثياتها ايه. رجعنا تاني للفايت. الاستانس بتاعت محمد سالم عمر دفراوي اشول، محمد سالم ايمن، محمد سالم كده ياخد حذره، وبنفس الوقت عمر الدفراوي منتظر. محمد سالم يقيس المسافة، عمر الدفراوي منتظر. ليفت كيك من عمر الدفراوي. كروس من محمد سالم، ليفت هوك من دفراوي. ماتش يا جماعه جميل جدا يا جماعه، ماتش جميل جدا ما بين اثنين مميزين. عمر الدفراوي بيحاول يقفل المسافه لكن سالم ظابط الديستنس بتاعته ومسافته. اثنين لاعبين ام ام اي متكاملين، عندهم سترايكنج، عندهم جرابلنج، عندهم ريسلنج. كونتر اتاك من محمد سالم ممتازه. عمر الدفراوي يلعب بادي شوت، هيد كيك من محمد سالم. جانبية من عمر الدفراوي. ماتش رايح جاي. طبعا في افضلية لمحمد سالم بالتيك داون اللي هو خده. التيك داون بيحول مسار الفايت اوقات كتير يا جماعة. طبعا لو في السترايكنج رايح جاي بيبقى التيك داون بيقفل مسار المباراة. طبعا واستحواذ الارض. تيك داون من عمر الدفراوي. مع وضعية الهاف جارد. محمد سالم يقوم يعكس البوزيشن ممتازة. ماتش ممتاز ممتاز ممتاز. سيطرة من محمد سالم، سيطرة جانبية من محمد سالم، سايد كنترول. عمر دفراوي بيحاول يعمل كده، عايز ياخد سويب ويقلب الكنترول. الحركة ديت بتاعت كده اللي هو شبك اللي هو يدخل رجله من في رجل سالم. هل سالم واخد باله من الموضوع دوت؟ يا جماعة فايت مميز جدا. طبعا تفاعل الجمهور، ماتش ممتاز. اداء ممتاز، سيطرة من محمد سالم، السايد كنترول. الحكم وقف وهيبتدي يوقف تاني لاعب تاني في السترايكنج جيم. عشر ثواني والجولة الثانية تنتهي. عشر انتهى الجولة الثانية بتقدم اللاعب محمد سالم. باتنين تيك داون، اظن الاسترايك كان رايح جاي. لكن التيك داون حسم الجولة الثانية والجولة الأولى. في اثنين تيك داون من محمد سالم وتيك داون من عمر الدفراوي مع كنترول من محمد سالم.
وكان في طبعا كنترول من عمر الدفراوي بالتيك داون بتاعه، بس محمد سالم عمل ديفنس وقلب البوزيشن لحسابه بدبل ليج تيك داون ممتاز، اداء عالي جدا ما بين الاثنين. طبعا الاثنين دلوقتي بيسمعوا تعليمات المدربين، ده اهم وقت تسمع فيه مدربك، مدربك هو اللي شايف اكتر منك. دخلنا الجولة الثالثة من حدث اليوم المين ايفنت، سلام اللاعبين احترام متبادل، كروس من عمر الدفراوي، لو كيك من محمد سالم، سايد كنترول من عمر الدفراوي، ماتش رايح جاي في الاسترايكينج. محمد سالم بيقيس، في تراقب بينه وبين الدفراوي، دفراوي برضو كمان هو كمان بيقيس. محمد سالم يخش كروس وكروس وصل الثاني، الدفراوي يلعب على البادي، في كروس من عمر يدخل بيها، محمد سالم بيقيس، طبعا شايفين المدربين كان ممكن دلوقتي يخليهم يبتدوا نشاطوا الماتش شويه، في سلبيه شويه. السنتر كنترول مع محمد سالم، سنتر كيج، هل عمر مستني الفرصه؟ محمد سالم يحط لوكج جميله ممتازه، يحط الكروس بتاعته المميز بيها، محمد سالم يا جماعه مميز بايده خلفيه، كروس ابر كروس من محمد سالم، عمر الدفراوي جاب هوك بيحاول يكسر المسافه، محمد سالم بيحاول ياخد تيك داون، وتيك داون ناجح من محمد سالم، تيك داون ناجح من محمد سالم، عمر الدفراوي ماسك جلوتين، محمد سالم يفك منها مهاره، حط قلبه كده صغير، في كنترول دلوقتي لمحمد سالم، سايد كنترول، هاف جارد، انا اسف، ادفانسد هاف جارد، طبعا الوضعيه دي تبقى سيئه جدا بحيث ان الكيتش جنبك، دي وضعيه سيئه جدا يبقى صعب ان انت تقوم منها. شايفين تفاعل الجمهور مع محمد سالم، عمر الدفراوي يحاول يضرب من تحت بالقلبه، محمد سالم كده في زاير تراش توك ما بين اللاعبين، وست تعليمات من المدربين، مدرب احمد محمد سالم، مدربه كابتن احمد ثابت، ومدربه احمد فارس، شايفينه مع الشاشه اهوت، في تريانجل تشوك من عمر دفراوي خطيره خطيره، هل محمد سالم يعرف يديفنس؟